وكتحمل الشفارة وجهها. دابا حيت الاساتذه تقهروا بكثره ما فهمتي ما كيوقفوا اليوم قلنا نتجمعوا الاباء والاساتذه. حنا جايين نضامنوا مع الاساتذه على قبل وليداتنا، خاص الاساتذه ياخذوا الحق ديالهم باش وليداتنا يقراوا. ضاع عليهم 3 شهور بزاف، هما يا وليداتهم حيت كيقراوا بريفي، حنايا لا، حنا الشعب بغينا وليداتنا يقراوا. ضاعوا لينا بزاف الوليدات ديالنا، وكنطالبوا بان الاستاذ ياخذ الحقوق ديالو باش يبدا. حنا ما موافقينش على سنه بيضاء نهائيا، لا الاباء ولا الاساتذه ولا حتى شي واحد ما موافق على سنه بيضاء. بغينا وليداتنا يقراو سنه بيضاء يديروها لوليداتهم هما، ماشي لوليداتنا حنايا وليدات الشعب. حدوا عفا وفقارا، لا، حنا وليدات الشعب اقوياء، فهمتيني؟ وليدات الشعب اقوياء، بغينا وليداتنا يقراو. لان هذاك اخ النوش ولا كاع اي وزير ولا اي استاذ اللي طلعوه، علاش ما يعطيش الاستاذ الحق ديالو؟ يعطيه الحق ديالو، خاصو يحترم الاستاذ ويعطيه الحقوق ديالو. بلا هاد المشاكل وهاد الوقفه وهذا المغرب كله بزاف حشومه. شكرا. فيما يخص خصوص التعليم، عندكم الفلوس انكم تقراو وليداتكم؟ لا خويا، حنا ولاد الشعب قرينا في مدارس عموميه، وبغينا حتى ولادنا يقراو في مدارس عموميه، ما عندناش باش نصيفطوا ولادنا بريفي. وبهذا الشيء اللي دايرين دابا وهذا القانون الاساسي، مادام شافوا الاساتذه انه ظالم، الا وظالم وظلم حتى وليداتنا وجلسهم في الدار. يعني ولادنا باقي حتى دابا ما قراو حتى شي حاجه. حنا كنا فرحنا بان مؤسسه رائده دخلت الاقليم مديونه، ومن تفاجئنا بهذا الشيء ديال الاضرابات. يعني مادام هذاك القانون الاساسي ظالم، الا والوزاره خاصها تعيد النظر فيه. حنا ما قابلينش بهذا الشيء، وما قابلينش بسنه بيضاء، حنا ما قابلينش سنه بيضاء نهائيا. هذه الكلمه ديال سنه بيضاء ما بغيناش نسمعوها بمره. يعني خاصهم يخرجوا يعطوا الاستاذ حقه باش وليداتنا ياخذوا حقهم. انتم كاولياء يعني ربما التلاميذ، رسالتكم ربما للوزير التعليم غير فيما يخص يعني وزاره التعليم، يعني كندويو على وزاره التعليم ربما كندويو على اساس خاص يكون متكامل. غير شفنا يعني ربما يعني الوزير الاسبق نفس الشيء المشكل، وهذا الوزير يعني ربما بالموسى يعني يتكررنا معه نفس المشكل. حيت هما ما خاسرين والو، هما وليداتهم كيقراو، فهمتي؟ هما ما خاسرين حتى حاجه، وليدات الشعب اللي كيضيعوا، هما اللي مساكن شادين الحباسات وشادين القنات في الزناقي. اما وليداتهم هما يا راه فاكونس في اوروبا وفاكونس في وقارين بالفلوس وما مسوقينش لينا. احنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا كمغاربه، كنطالبوا بالمعنيات الامر، المعنيين بالامر، كنطالبوا من سيدنا يوقف معانا ويدير لنا حل. راه وليداتنا كيضيعوا، وليداتنا حنا وليداتو حتى هو. كنطالبوا بسيدنا يوقف معانا، الله يجازيه بخير ويطول لنا في العمر ديالو. رساله اخيره انت؟ كنطلب من الوزير ديال التعليم انه يشوف القانون الاساسي ويشوف وليداتنا، حيت ما قراو حتى شي حاجه، وحنا ما عندناش امكانيه اننا ندخلوا ولادنا الخصوصي. حنا ولاد الشعب قرينا في مدارس عموميه، والاباء ديالنا قراو في مدارس عموميه، وتوليداتنا غيقراو في مدارس عموميه، حيت ما عندناش البديل. يعني لما الا كملوا سنه بيضاء ولا كملوا في هذه الاضرابات، وليداتنا مصير ديالهم تشرد. علاش انا ام بنتي مخليها في الدار ساده عليها وخارجه انا نهضر على حقها؟ بنتي راه بلاصه في المدرسه، علاش تكون بلاصه في الدار؟ انا خارجه كأم، انا خارجة رجال الزنقه نهضر على حق بنتي، وبنتي جالسه في الدار ساده عليها. علاش هذا الشيء ما خاصوش يكون؟ انا كنطالب انهم ينظروا في القانون الاساسي. انا هذاك الشيء ما كيمسنيش بصيله، ولكن مادام الاستاذ اللي هو اسمى حاجه شافوا بانه ظالم، الا وظالم. الاستاذ اللي كيعلم القيم لاولادنا، كيعلمهم كيدير لهم القيم، كيعلمهم الصلاه، يعلمهم الدين، يعلمهم شحال من حاجه، يعني كيتربوا معاه. يعني الاباء والاولياء، الاباء ديال وليداتنا في المدرسه شافوا بان هذاك النظام اساسي ظالم، الا وظالم. وحتى حنا دابا كنشوفوه ظالم، حيت ولادنا طولوا في هذه الجلسه ديال الدار بزاف علينا صراحه ديال الله بزاف. هذه كلمه اخيره، وكنفضل ان بنتي يقرا يا استاذ كيدافع على حقه، ولا يقرا يا استاذ مقموع جالس في الدار ما قادرش يدوي. حنا هذا الشيء اللي نقدروا نقولوا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.